النقطة الأولى مسألة الحكمة من الابتلاء بالمرض شيخنا. إن شاء الله تعالى. الحمد لله، كل زفير وكل شهيق في علم الله، في ملك الله، في دوام الله، بجميع معامله في علمه، على جميع نعمه في علمه، على جميع خلقه في علمه، حمدا لا يبلى جديده ولا تبلغ حدوده ولا يحصى عديده ولا يفنى مديده ولا يفرغ مزيده ولا ينتهي أمده، في مثله في مثله، وهكذا دوليك سرمدا في سرمد بدوامك، ومع كل حمدلة مني أو من أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، فاكتب لنا اللهم مثل هذا الحمد حتى نكون أفضل خلقك يوم القيامة، كما في الصحيح أفضل العباد إلى الله تعالى الحمادون، وحتى نكون أكثر خلقك لك ذكرى وأعظمهم لك شكرا وخشية وعندك قدرا وأجرا. والشهادة الله تعالى بالوحدانية في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء، ولصفوة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد بالنبوة والرسالة، اللهم ألزمنا إياها واجعلنا أحق بها وأهلها، اللهم ألزمنا إياها واجعلنا أحق بها وأهلها، منة منك وكرمة، كما قلت وقولك الحق، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، واعصمنا اللهم بفضلك وكرمك وطولك من نواقضها ما أحييتنا، واختم اللهم لنا بها بأسمائك الحسنى بوجهك الكريم، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى رحمتك منزلة، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على صفة الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه كل زفير وكل شهيق في علمك في ملكك في دوامك، عدد وملء وزنة خلقك، عدد وملء وزنة كل شيء، عدد وملء وزنة كل ما أحصى كتابك وجرى به قلمك وحاط به علمك وسعته رحمتك وعلمك وعرشك وكرسيك وما شئت من شيء بعد، ملء وزنة أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة وما شئت من شيء بعد، عدد ما في أرضك وسمائك وما بينهما وما فيهما وما فيما بينهما في الدنيا والآخرة وما شئت من شيء بعد، وهكذا دوليك سرمدا في سرمد بدوامك، وكلما صليت أو سلمت أو صلى أو سلم علي أحد من خلقك في علمك في ملكك في دوامك، فإنا نؤمن على صلاتهم وسلامهم عليه، فاكتبنا من المصلين والمسلمين عليه معهم مثل ذلك يا رب العالمين، حتى نكون أكثر خلقك صلاة وسلاما عليه، ونكون بمنك وطولك وفضلك أقرب خلقك منه مجلسا يوم القيامة. آمين. وبعد، فلازلنا في الحديث عن الابتلاء. أي نعم. وهو سنة الله الماضية، سنة الله الماضية المضطردة التي لا تتخلف. في حلقتي الأسبوع الماضي من الخميس والجمعة الماضيين تحدثنا عن ابتلاء، واليوم نتحدث عن نوع من أنواع الابتلاء، وربما عدنا إلى العموم. هذا النوع الابتلاء بالمرض، الابتلاء بالمرض، وقد أشار القرآن الكريم إلى نوع هذا الابتلاء في واحد من أنبياء الله وأصفيائه، أيوب عليه السلام، كما قال تعالى في سورتي الأنبياء وصاد، قال تعالى في الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وبالمناسبة هذه صيغة من صيغ أدعية المرضى، يعني كل مريض يبتلى بأي مرض، أي مرض في جسمه عضوي أو مرض نفسي أو أي مرض من الأمراض، حتى الأمراض النفسية، حتى الأمراض العقلية، فليدعو بهذا الدعاء الذي دعا به نبينا أيوب عليه السلام: رب إني مسني الضر أنت أرحم الراحمين. والله سبحانه وتعالى قد أدب ورب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على هدي الأنبياء السابقين، فبعدما ذكر طرفا من هؤلاء الأنبياء ومنهم أيوب في سورة الأنعام، قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. أولئك الذين هدى الله في بدأ مقتدر. نسمع يعني كما يقولون: اسأل مجرب ولا تسأل طبيب. لما دعا أيوب عليه السلام ربه وقد ابتلاه الله تعالى بمرض، لما دعا ربه بهذا الدعاء: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين.
يعني أيها العابدون الذين تعبدون ربكم لن تبلغوا درجة الأنبياء في العبادة، فهم أكثر الخلق عبادة الله عز وجل، فلتقتدوا بهم ولتستنوا بسنتهم، وليكن هؤلاء الأنبياء أسوة حسنة لكم تدعون الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الدعاء. وفي سورة صاد يقول تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أركض برجلك، سبيل للاستشفاء، أركض برجلك. ولذلك ننتهز الفرصة عاجلا ونبادر ونبكر بأن نكون من الواجب على من ابتلي بمرض أن يأخذ بأسباب الشفاء، فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. ومن هذه الصور ومن هذه السبل للاستشفاء من الأمراض مثل هذا الذي أشارت إليه سورة صاد، أن نركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب سورة صاد، وهكذا. طيب السؤال الآن أحبائي في الله تعالى: ما هو ثواب المرضى الصابرين على بلائهم؟ ما هو ثوابهم؟ واحد، أجر عظيم، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى في الآية 35 من سورة الأحزاب، سجلوا رقم الآية: أجر الصابرين على أي نوع من أنواع الابتلاء ومنه المرض لهم أجر عظيم عند الله. قال تعالى في الآية 35 من سورة الأحزاب في أوصاف الصفات الشخصية المسلمة الحقة المستجمعة لخصال الخير، المتأبية على خصال الشر، المستأهلة لعون الله ولنصر الله ولاستجابة الله، قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات، ثم قال: والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. الصفة العاشرة: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اسمع ختام الآية: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والتنوين للتعظيم، التنوين فضلا عن أنه موصوف بعظيم، يبقى وأجرا ده كلمة نكرة، والتنكير للتعظيم، فكيف إذا وصف المنكر الذي هو للتعظيم كيف إذا به إذا وصف بأنه عظيم. وسورة الزمر التي أشرت إليها في المقدمة، الله تعالى يقول فيها مبينا أن هذا الأجر العظيم بلا حدود، قال تعالى: يعني إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. سبحان الله، كل عمل صالح ومنه الصبر على البلاء عموما والصبر على المرض خصوصا، اسمعوا مني هذه العبارة: كل عمل صالح له تسعير عند الله. معايا أخي طارق؟ معك شيخنا. نعم، كل عمل صالح له تسعير عند الله، أدنى تسعير إذا صح الوصف 10 حسنات. قال تعالى في أكثر من موضع: من جاء بالحسنات فله 10 أمثالها. أقل شيء فله 10 أمثالها. يعني اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفاعة لأصحابه، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة 10 أمثالها. يبقى ده عمل، أدي تسعيرة. تسعيرة أخرى: 700. قال تعالى في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. يبقى 7 × 100 = 700، هذا عمل صالح تسلسل 700. هناك عمل صالح أجره وسعره بلا حدود، بلا تحديد للنوع وبلا تحديد للقدر. هذا ما أشارت إليه سورة الزمر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك من ثواب الصابرين على البلاء ومن ذلك البلاء المرض محبة الله، وقد ورد في موضع واحد لا ثانية له في كتاب الله عز وجل في سورة الأعراف، والله يحب، في سورة آل عمران: والله يحب الصابرين. موضع واحد عزيز لا ثانية له في الكتاب كله: والله يحب الصابرين. ثم الأجر الثالث للصابرين على البلاء ومن ذلك المرض معية الله. معية الله، وهذه المعية ورد النص عليها في سورتين اثنتين فقط لا ثالث لهما في القرآن كله: السورة الأولى سورة البقرة، والسورة الثانية سورة الأنفال. أكرر، في سورتين اثنتين لا ثالث لهما، يعني النص على معية الله للصابرين: معية التوفيق، معية الهداية، معية الأجر، معية الترضية بقضاء عز وجل، في موضعين. موضع أول: إن الله مع الصابرين، هذا في البقرة وفي الأنفال، وأيضا والله مع الصابرين في البقرة وفي الأنفال، ولا ثالث لهاتين سورتين في الحديث عن معية الله عز وجل للصابرين. من ذلك أحبائي في الله سبحانه وتعالى الجنة، أجر الصابرين الجنة. واقرأ في هذا قوله تعالى في سورة آل عمران: زين للناس، كل الناس
كل الناس ايا ما كان يعني المؤمن يعني كل الناس مؤمن وكافر طائع وعاصي شقي وتقي زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. الدنيا الحياة الدنيا تسمى الدنيا من الدناءة وتسمى الدنيا لدنوها ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ثم قال بعدها قل أنبئكم بخير من ذلكم أو لكم على حاجة أحسن من كده أو لكم على شيء أفضل من هذا من هذه الشهوات كلها قل أنبئكم بخير من ذلكم بعدها قال إيه للذين اتقوا يبقى هنا سبيشال إذا صح التعبير يبقى اللي فات لكل الناس لكن ما سيأتي لفئة خاصة هم المتقون الذين جاءت أوصفهم في أكثر من آية هنا قل للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار أدي السكن وبعدين وأزواج مطهرة أدي السكن داخل السكن وأزواج مطهرة وبعدين ورضوان من الله يبقى جنات وبعدين داخل ده السكن أو المساكن وبعدين داخل المساكن سكن والزوجة سكن للرجل ومن آتيه خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها إذا سكن في الدنيا سكن في الآخرة وذلك يقول تعالى وأزواج مطهرة ثم ماذا بعد صاحب هذه الدار وهي الجنة نسأل الله تعالى أن يجعلهم عليها يرضى عن سكانها ولذلك قال ورضوان من الله أكبر والله بصير بالعباد من هم هؤلاء العباد ما أوصفهم قال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستقيمين والأسحار طبعا الآية في نصها للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار هذا شغلهم قول فقط لا إنما شغلهم أيضا عمل ولذلك قال بعدها الصابرين والصادقين الصابرين على أي نوع من أنواع الابتلاء كله الصابرين فهذه صيغة من صيغ العموم تدل على صبرهم على البلاء بكل أصنافه بكل أنواعه صبر على المرض صبر على الشدة صبر على البأساء صبر كله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار إلى آخر هذه النصوص وهكذا أحبائي في الله تبارك وتعالى يبقى نصوص كثير ثم بشارة كبرى أزفها لكل مرضى المسلمين في العالم الآن وبعد الآن من يسمعنا أثناء البث المباشر أو يسمع الحلقة مسجلة بشارة من عند سيد الخلق من عند مصطفى الحق عز وجل إن اللي يبتلى بمرض يقعده عن العمل ويقعده عن العبادة التي كان يقوم بها في شبابه هذا المرض يكون الذي يقعده عن العمل يكتب الله تعالى له ثواب ما كان يعمل وهو صحيح مقيم في الصحيحين البخاري ومسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل طبعا لما الإنسان يمرض بيعجز عن أعمال كان يقوم بها وهو صحيح وهو فتي وهو قوي يعجز المرض ويقعد عن ذلك الأعمال والسفر أيضا يشغله والسفر قطعة من عذاب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم يعني هو بعد ما بلغ به السن وبعد ما مرض واعتلت صحته ولم يعد يقوى الموظف في أي دولة في العالم دولة محترمة تروح كل إنسان لما بيطعم في السن ويتقدم في السن ويقعد عن العمل تصرف له معاش للتقاعد راتب التقاعد هذا أصله في هذا الحديث الصحيح يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مرة ثانية إذا مرض العبد أو سافر يعني انقطع عن العمل بسبب السفر أو المرض كتب له من العمل كتب له ثواب العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وتلك بشارة كبرى من البشرات أيضا أن ابتلاء المؤمن بالمرض دليل محبة الله عز وجل دليل محبة الله في الحديث الصحيح إذا أحب الله تعالى عبدا ابتلاه إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم أو كما قال رسول الله وبالمناسبة أخي طارق معايا يا حبيبي أي نعم معك شيخنا نعم حضرتك في الحلقتين السابقتين من اليوم الخميس والجمعة المضغاني نعم. يعني سألت سؤالا مهما جدا هل هناك ذنوب تعجل عليها العقوبة في الدنيا نعم. تذكر نعم أذكر شيخنا نعم قلنا هناك ذنوب ربنا بيعجل عليها العقوبة في الدنيا صحيح لماذا تعجل مثل البغي ومثل قطيعة الرحم ومثل عقوق الوالدين ومثل تكذيب الرسل ذنوب كثيرة جدا يبقى المؤمن إذا عجلت له العقوبة في الدنيا ذلك دليل إرادة الله عز وجل الخير به
أعيد بشارة. كيف ذلك؟ اللي ربنا يبتلي بمرض قد يكون هذا المرض كفارة لذنوبه. أي نعم. ويعني إيه؟ وعقاب له على ذنوبه عجلت له في الدنيا. ولذلك في الحديث الصحيح إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا عجل له عقوبته في الدنيا حتى يلقى الله تعالى وما عليه من خطيئة. يلقى الله وما عليه من خطيئة، يلقى الله طاهرا مطهرا. فالأمراض والابتلاءات بالأمراض في النفس أو في البدن هذه تطهر الإنسان من ذنوبه ومن سيئاته ومن خطيئاته. ولذلك يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح ما يصيب المسلم من نصب، النصب اللي هو التعب، ولا وصب أي مرض، يبقى الوصب المرض. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، يبقى ماشي يتعطور يشك بغرزة إبرة ولا شيء من هذا القبيل، شوكة تدخل في رجله، مسمار دبوس يدخل في رجله، وهكذا. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر به من خطاياه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى نقطة مهمة، ما هي العوامل التي تعين المسلم المبتلى على الصبر؟ أي نعم. ما هي العوامل التي تعين المسلم المبتلى بالمرض أو بأي نوع من أنواع الابتلاء على الصبر؟ من هذه الأمور أن يقدر أن ذلك مقدر في علم الله وفي قضاء الله وفي قدر الله. هذه أول نقطة مهمة. من يبتلى بأي شدة، أي شدة، أي نوع من أنواع الابتلاء، ومنه المرض في البدن أو في النفس أو في العقل، يوقن أن ذلك من قدر الله ومن قضائه. ما الدليل؟ قوله تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يبقى ده مكتوب عند الله عز وجل أن يبتلى الإنسان. وبعدين قلنا نقطة مهمة قبل ذلك ننتبه، إنه ليس كله يعني في بلاء يكون بغير ذنب. من الفوارق اللي قلناها في الحلقتين السابقتين، هناك فرق بين البلاء والعقاب.